إحياء اليوم العالمي للبلدية، أشرفت السلطات الولائية لولاية النعامة على الوقوف على عدة محطات تم من خلالها تدشين هياكل إدارية، والتي من شأنها تسهيل تنقلات المواطنين وتساهم في القضاء على الطوابير الطويلة، ليعطي بعدها والي ولاية النعامة إشارة انطلاق نصف ماراثون لمستخدمي الجماعات المحلية بعاصمة الولاية. بالمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف 18 جونفي، ارتأت البلد المشرية مع التنسيق مع السيد الوالي ورئيس الدائرة أنه يكون الاحتفال هذا ما يفوتش مرور الكرام. الاحتفال هذا يكون بالتنسيق مع الجميع وخاصة مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي دعم الشيء المنبثق والانتخابات الأخيرة، أنه يكون الاحتفال هذا تكريم كل رؤساء البلديات والمندوبيات لهذا باش يعطونا نحن كمجلس دفعة في النصائح والاستشارات، وبغينا نكرموهم للجميع تاعهم لما قدموه البلدية المشرية منذ الاستقلال يومين هذا. المناسبة عرفت أيضا تكريم رؤساء بلدية مشرية الذين تداولوا على رئاسة المجلس الشعبي البلدي منذ مرحلة ما بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، كما شملت التكريمات بعض عمال البلدية بالإضافة إلى مثقفي وأدباء المدينة. رانا اليوم هنا في الاحتفال رمزي تاع اليوم الوطني للبلديات، يعني الجماعات الأساسية في المجتمع الجزائري وهي لاكومين، ولذلك خصنا نعطوها كل الاهميه. احنا كشعب كمواطنين اللي قلنا نعاونوا بالشيء اللي بكل شيء، نعاونوا بكل شيء باش تكون يعني البلديه تلعب دور في التنميه، ما تبقاش ان كومون نتاع الكواغد نتاع البيانات نتاع كذا، ولكن تبقى بور لو ديفلوبمون. كاين المساعده نتاع الدوله دائما، ولكن البلديه خصها تنوض برجليها روحها. وهذه نتمنى ان شاء الله الاخوان اللي راهم اليوم واللي جاوا غدوه واللي مشاو كاع الله نشكرهم بزاف، ونتمنوا لهم ان شاء الله النجاح في المهمات نتاعهم الجايه.